Je pense que la plupart des joueurs de la sélection marocaine devraient évoluer dans le championnat marocain parce qu'ils donnent plus et mouillent plus pour le maillot marocain. À mon avis, je pense qu'ils vont se donner plus. Les joueurs à l'étranger, c'est pas la même chose. Ils viennent ici, ils jouent, mais ils n'ont pas la fierté des autres Marocains qui jouent dans le championnat. Oh, la liste, quand tu fais. Moi, je mets le Mgarba, le Rojo Adel Ziyech, Hakim Ziyech, je mets le Mounada Tchalab Adlaïbin, le Mouchakab Louatani, le Botola Louatani. وهاد اللاعبين هادو هاد الاطار الوطني عطاو اضافه جديده وعطاو لامبيونس في الفيستير ونشوفوا منتخب وطني مغربي بروح وبافكار وغادي يلعبوا ان شاء الله في كوب دي موند ان شاء الله كنتمنى لهم يربحوا ماتش ونتعادوا جوج ماتشات وندوزوا دوزيام تور علاش حيت اطار وطني تيغير على المنتخب الوطني وغير على المغرب ولاعبين حتى هما تيحبوا المدربين ديالهم وتيقفيهم يعني يعطيونا واحد يقدمونا واحد الطبق كروي جميل ان شاء الله وغادي نخرجوا الشارع وغادي نحتفلوا ان شاء الله لا دراري زوينين كاع الدراري عيط لهم في الدفاع لا في الميديو لا في الاتاك كلشي مزيان كلشي زوين دراري زوينين ومدرب زوين والكمال على الله ان شاء الله باقي عيط على داك الشيء مزيان الحمد لله كنتمنى والله يوفق والله يوفق الجميع يا ربي وليداتنا وليدات الناس كاملين يا ربي اسيدي التحسين هذا اللي داروا راه سي بون مزيان هكا ان شاء الله بحول الله هذا الشونجمون اللي انستال 4 بيرسون كل واحد في بلاصتو وهذا زياش حتى هو اللي دوموند عليه وكذا ان شاء الله غادي تقدر تكون شي نتيجه ايجابيه في لابروشيمون ان شاء الله راه هكا سي بون التشكيله كتفرح ولكن ملي غنشوف ما مور التشكيله كنهضر معكم سيف رياضي كره القدم راه الجماعه دار فيه الثقه والشعب المغربي غيدير فيه الثقه ولكن هذاك اللعابه اللي عزم اربعه من البطوله الوطنيه جاب رياش ورحمه الله وداك الشيء ماشي مشكل ولكن مشكل ماتشات ميكاد اش غادي تكون باقي لنا الابواب لا كوب دي مون في شهر 12 دابا الماتشات ميكا غناخذهم هذاك تكون شي مقابله خاصني غنبدا نعايرو فيه لا هذا جابو لا ما داش هو كيتحمل المسؤوليه خلي السيد يخدم رئيس الجامعه داير فيه الثقه ياك بغيتو اطار الوطنيه وخليه اطار